ما الفرق بيننا وبينهم؟ القرآن هو القرآن. المشكلة هنا، النور يجلب النور، النور يجلب النور. حينما يقرأ الواحد من المسلمين القرآن باعتباره وحيا، يشتعل القرآن بفتيل قلبه، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها القرآن، هكذا قال المفسرون، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نار الإيمان، فإذا مسته نور على نور، اشتعل أنا ينقدح النور، لأن زيت القرآن البراقة قابلة للاشتعال، ولكن لا بد من يفرك الحجر الذي يشعل، لا بد من يقدح الكبريت ليشتعل الزيت، وهذا إنما يقع في قلب العبد، ولذلك يكون للقرآن في القلب بهذا المنهج ألم، ألم شيبتني هود وأخواتها على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيعني هذا دال من قول عليه الصلاة والسلام على مكابدة ومعاناة، وهو في كتاب الله كثير من مثل قوله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه القشعريرة دالة على صدمة، معروف هذا نفسيا وعصبيا، صدمة، والإنسان حينما يتلقى تيارا كهربائيا يصعق به يصدم، ويحدث في جسمه كله قشعريرة شديدة على مقدار الصدمة. آيات القرآن وأحوال أصحاب رسول الله الصحيحة وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من مثل قوله شيبتني هود وأخواتها وغير ذلك كثير، كل ذلك دال على أن هذا القرآن نور لاهب، أو إن شئت أن تقول بلغة العصر تيار كهربائي من عالم الروح لا من عالم المادة قطعا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو روح، فالقرآن روح، وهذا الروح نور، وهو نور لاهب حارق مؤلم، فإذا صبر الإنسان على ذلك تحول ذلك الألم إلى لذة بنص القرآن، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله من بعد ما اقشعرت، من بعد ما صدمت بهذا التيار. الصبر على ذلك يحول تلك الطاقة التي نزلت على القلب إلى لذة.